أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل في المؤتمر الدولي حول التحديات التي تواجه اللاجئين المنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف الجهود الإنسانية للمملكة المتمثلة عبر الدعم للمشاريع التنموية للمهاجرين الأشقاء في سوريا واليمن الذين تعاملهم المملكة كمواطنين يتمتعون بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق. تولي حكومة المملكة اهتماما كبيرا بشأن اللاجئين في العالم ومعاناتهم، وهي تقوم بدور فعال في هذا المجال من خلال المساعدات التي قدمتها ولا زالت تقدمها منذ تأسيس المملكة وانسجاما مع قيمنا الدينية والأخلاقية. السيدة الرئيسة، تدعم المملكة ولا زالت مشاريعا للمفوضية السامية في عدة مناطق في العالم، وفيما يخص أشقائنا السوريين يتم التعامل معهم كمواطنين، حيث استقبلت المملكة حوالي 291 ألف وتم منحهم الخدمات الصحية المجانية وكذلك الخدمات التعليمية، إذ تم تسجيل 114 ألف طالب في المدارس الحكومية في جميع المراحل، كما تم انخراطهم في سوق العمل وتقديم التسهيلات لذلك بمنحهم الإقامة النظامية وتوفير المعيشة الملائمة لهم. وفيما يخص الأشقاء في اليمن، استقبلت المملكة منذ بداية الأزمة في اليمن أكثر من 600 ألف يمني، وتم تصحيح أوضاعهم للإقامة بشكل نظامي، حيث تم تسجيل 285 ألف في المدارس الحكومية وتوفير الخدمات الضرورية الأخرى لضمان حياة كريمة لهم. كما يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشاريع من أجل تقديم العون للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث بلغ عدد مشاريع المركز في اليمن فقط حوالي 153 مشروعاً، وتشمل 59 مشروع في الأمن الغذائي والإيواء، و18 مشروع في التعليم والحماية والتعافي المبكر، و66 مشروعاً في الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، كما أن هناك 10 مشاريع في الاتصالات الخاصة بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية، وقد بلغت كلفة المشاريع حوالي 630 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، فإن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن منذ مارس 2015 حوالي 8 مليار دولار أمريكي. الجهود الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن تؤكد الدور الرائد للمملكة في مجال العمل الإنساني، حيث نفذ المركز في اليمن أكثر من 153 مشروع إنساني لدعم الأشقاء في اليمن. أن المملكة لها دور محوري على مختلف الأصعدة وخاصة في المجال الإنساني. نحن نعلم أن هناك حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية بعد الأزمات في المنطقة، وخاصة الأزمة السورية وأيضا الأزمة في اليمن، وقد قدمت المملكة كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الأشقاء في سوريا والأشقاء في اليمن، سواء من خلال استضافة أعداد كبيرة بمئات الآلاف من الأشقاء السوريين واليمنيين، أو من خلال تقديم الدعم والمساندة لهم في المخيمات أو في مواقعهم. وهذا لا يقتصر على المنطقة، نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية لها أيدي بيضاء في مختلف أنحاء العالم. كان آخر هذه الجهود قرار خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار للأشقاء في للنازحين من الروهينجا، ويتم تقديم هذا الدعم من خلال شراكات مع المنظمات والوكالات الدولية العاملة في المجال الإنساني. المجموعة الدولية في جنيف أشادت بالتعاون المشترك بين المملكة ومنظمات العمل الإنساني وبالدور الرائد للمملكة، كما أشادوا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن وسوريا ودعمهم الإنساني لمهاجري الروهينجا. الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية تتواصل مع منظمات المجتمع الدولي، خاصة مع المنظمات الإنسانية الدولية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.